قلنا خدنا المره الاولانيه، هراجع بس بسرعه في 5 دقايق بس عشان في ناس معانا اول مره يعني. تمام، قلنا جادج اللي هو تو فورم ان اوبينيون دي جادج، وبعد كده قلنا البراند ذا نيم اوف ا برودكت، ذا نيم اوف ا برودكت، وبعد كده قلنا الدريس كود الرولز اللي هي الرولز بتاعت القواعد. انا عايز اعمل حاجه المره دي معايا، يبقى يعني معايا طلعوا تمام رودينا اهي ماشي حلو. محمد سيد ده كان تاني، سلمى سيد تمام، ما تنساش بقى اولى تاني من عندك يعني مش مشكله. دي الاولى برضه ماشي. طيب هنا الدريس كود قلت الرولز ماشي. الدريس ايه كود، بعد كده قلت الايفويد اللي هو يتجنب اللي هو بريفنت سامثينج، بريفنت ايه سامثينج خلاص يمنع حاجه، وقلت هتعمله اللي تشوز دلوقتي دي 1 باي 1 عملناها في سنه ثانيه في الحصه اللي فاتت، اللي احنا قلنا 1 باي 1 لكل وورد ليها الديفينيشن بتاعها مش موجود مع ديفينيشن ثاني. بمعنى ايه؟ لو انا قلت الدريس كود يبقى سيت اوف رولز، الافويد بريفنت سامثينج، بريفنت ايه سامثينج. لو قلت ستيريوتايبس اللي هي الايه، قلت افكار خاطئه يبقى الرونج، يبقى الايه الرونج اي ده ايه الرونج اي. عندك بعد كده قلت الاكسبكت اللي هو يتوقع، اللي هو تو ثينك ذات سمثينج ويل هابن، اللي هو تو ايه تو ثينك، تو ايه ثينك، تو ايه تو ثينك، تو ايه تو ثينك ذات سمثينج ويل هابن. ريسبكتبل اللي هو جدير بالايه بالاحترام، اللي هي considered to be respectable and correct. بعد كده قلنا staff اللي هو الworkers، all workers أو the people who إيه work، the people who إيه work، ماشي شوية، the people إيه who work. بعد كده invest يعني يستثمر، اللي هو to use your money، تستخدم فلوسك، تستخدم فلوسك to use your money in a way that is good for you، to use your money that's إيه in a way that's good إيه for you. بعد كده قلنا casual clauses that are for information situation، يبقى الكاجوال بتستخدم في الانفورميشن ايه situation. بعد كده قلنا attend اللي هو to get او to go to or be present، اللي هي بمعنى ايه attend يعني ايه يحضر، يعني ايه يحضر، يبقى attend يعني ايه يحضر. طب بعد كده قلنا attitude اللي هي opinions or feeling that you show by your behavior اللي هو السلوك، يبقى attitude هي الايه البيهيفير، هي الايه البيهيفير. طب اللي بعدها confidence اللي هي the belief الاعتقاد that you can do something او things will. بعد كده turn اللي هي ممزق او ايه يعني turn tear قلتها قبل كده، something damage حاجه ايه تالفه، حاجه ايه تالفه. بعد كده قلت fashionable popular at a particular a time يعني حاجه ايه على الموضه وبتيجي للومن بس ما تجيش للايه للمان، الماني ما تجيش للرجل، لكن الرجل اقول عليه سمارت انيق، لكن الست او السيده اقول عليها فاشنبل. اللي بعدها قلت سيلبريشن يا سيلبريت، انترفيو قلت كومبانيز بروفيشن سيريس يونيفورم براكتيكال اكسبيتس physician chief judge teenagers اللي هي ايه from 13 to 19 من ايه من 13 ل 19 all teens يبقى ايه teenagers. بعد كده قلت البيهيفير اللي هي الايه السلوك. طيب نرجع تاني، انا بعمل ريفيجن بس اللي فات عشان لو حد معانا اول مره. بعد كده further ومحمد صلاح، في محمد صلاح ما تنسوش. فيرذر مور في كاستمرز، في فيرذر مور في كاستمرز، في بعد كده في فاشنبل، في ارجومنت اللي هي المجادله ديسكشنز بتوين تو بيرسونز اللي هي مناقشه بين اثنين. بعد كده كامبلسري اللي هو ذا واي خلاص اللي هو الطريق الاجباري، اوكيجن قلت مناسبه، ان وان اوكيجن بتاعهم ايه ان وان اوكيجن في احد المناسبات. بعد كده عندي كلوزز يعني ايه ملابس، كلوزس يعني ايه ملابس تمام. شوفيني محمد صلاح وهنا الله يخليك كلوز. بعد كده عندك appearance اللي هو المظهر،
ميكانيكال محمد والميكانيك. يا مستر، بس هنا مش بترد عليا خالص. مين بقى هنا؟ ما بتردش خالص، في بس محمد، محمد موجود. محمد صلاح موجود يا انت موجود. موجود بس. خلاص مش هطمن عنه. طب وشوفي لي هنا، عشان هنا برضو حد شاطر قوي يعني. خلاص ميكانيك كوتش يعني مدرب، دايفر اللي هو الغواص، ماينرز اللي المناجم العمال، وبعد كده ميك ا ديسيجن يتخذ ايه قرار. بس انا بعيد من تاني بسرعه عشان ايه، محمد صلاح ما حضرش المره اللي فاتت، بس انا بعت لك الفيديوهات يا محمد. تمام، اللي بعدها قلنا what is the difference between dress، وقلتها يعني ايه dress، ويعني ايه dress up، ويعني get dress، وقلنا what is the difference between three dress و dress up و get dress، وفي الاخر خالص قلنا where، قلنا ايه where، وقلنا ان where دي for all، لكل حاجه، للجولري وللايه للجولري، ونقولها تاني للايه للشوز، نقولها لل anything. خلاص كده تبقى ايه وير. لكن دريس ودريس اب وجيت دريس اونلي كلوزز، يعني الشوز لا، ماشي كده، التاي لا، اي حاجه تانية غير كده لا. لكن دريس ودريس اب وجيت دريس عشان لما تعملها تشويز تبقى للايه، زي ما قلنا للكلوزز بس. طيب انا هنا قلت بمعنى اي دريس كويكلي، يعني يرتدي خلاص كده. طب هنا هيلب سم وان، يبقى انا دريس to put clothes on yourself or someone else، يعني يرتدي او يساعد شخص ان هو يرتدي. وان نمبر 2 قلنا to wear a particular kind of clothes، يعني يلبس نوع معين من اللبس، زي مثلا in winter في الشتاء ال wear خلاص clothes، ملابس ايه دافئه. وقلنا هنا نمبر 3 to make choose clothes for someone، يعني يختار ملابسه لحد، يعني يخرج مع حد ويشتري له مع اللبس، اللي اسمها ايه؟ تو تشويس، اللي هي تو ميك اور تشوز. يعني خلي بالك ممكن يصنع لحد لبس، يعني ممكن زي الايه؟ لو حد انت عندك الدريس ميكر اللي بتصنع الملابس، تبقى برضه دريس، تبقى ايه؟ دريس تو ميك اور تشوز كلوزز ايه فور سم وان تيلور. وفي التيلور اللي هو الترزي، تمام؟ يبقى هنا دريس، يبقى الترزي التيلور او الدريس ميكر تبقى ايه؟ دريس تلبسك. تمام؟ طيب بعد كده دريس اب، قلت دريس اب تو وير سبيشال ايه؟ كلوزز، اللي هو ايه؟ يلبس ملابس ايه؟ اللي اما فور فان او فورمال. خلي بالك دريس اب حاجتين، فور فان للايه؟ للتنكر، يعني يلبس راح بقى لابس حاجه ثانيه، اللي هي يلبس بقى ايه؟ يلبس جلابيه، يكون يعني اسمها اللي بيقول عليها ايه؟ في السيرموس او في الباطي في الحفلات يقول لك جلابيه بارتي الحاجات دي. فانت هنا اسمها فور فان، فور ايه؟ فور فان، يبقى دريس اب فور فان او فورمال كلوز، يلبس ملابس رسميه زي البوليس مان، زي البوليس ايه مان. طب ايه تاني؟ خلاص قال لك هنا في جيت دريس دي بقى قلتها، اللي هو ايه؟ تو بوت يور كلوز اون، ده شفته انت جيت دريس، جيت دريس يعني جيت يعني خلاص، يعني تو بوت اون يعني شفته لابس ملابسه كامله، جيت دريس. يبقى انت هنا جيت دريس اللي هي تو بوت يور كلوز اون، جو اند جيت دريس. طب اخر حاجه انا كل ده خدته، انا بعيده بس عشان الناس الجداد. بعد كده وير يلبس اي حاجه، اي حاجه. فانت هنا اهو شي واز ويرين ا بلاك سيلك دريس، هي ويرز هيز براون شوز، شي ويرز ا دايموند نيكلاس، لابس عقد من الماس. تمام، وقلنا بعد كده اليونيفورمز الزي اللي كل واحد بيلبسه اسمه ايه. فجيت قلت انا هنا اوفرالز ده فور ايه؟ ميكانيك. قلت الويج اللي هي الباروكه للدريس للهير دريسر اللي هي الايه الكوافير، وبعد كده قلت الجاون اللي هي الايه العبايه، وقلت التراك سويت، تراك سويت بدلك رياضه، ويت سويت دايفنج الغطس، جامب سويت القفز، وايت كوت البلطو الابيض بتاع الدكتور، بعد كده الابرن ابرن المريله، تمام كده بتاعت الايه المطبخ. طيب وبعد كده كل ده اللي فات، كل ده اللي فات عشان كده بقول بسرعه. بعد كده قلت البراند اللي هي ده براند، ده بيلبس براند ماركه.
وبعد كده قلت ايه ديزاين يعني تصميم وبعد كده قلت ليبل اللي هي الليبل اللي احنا قلت قبل كده الليبل والبروشر قلت علبه الدواء من بره تبقى ليبل البروشر الورقه اللي جوه اسمها بروشر اسمها ايه بروشر اللي هي فيها الانفورميشن ماشي طيب هنا قلت لوجو الشعار بتاع الايه الشركه المرسوم طب في سلوجان السلوجان دي حاجه جميله جدا اللي انا قلت عليه الجمله الاعلانيه اللي انت بتخرج منها في الاعلانات خلاص بتبقى حاجه كده ايه شورت سنتنس شورت سنتنس يعني جمله ايه قصيره جمله ايه قصيره اهي شورت ايه سنتنس ان ان ادفيرسمنت في الاعلان ذاتس ايزي تو ريمبر سهل تفتكرها طب اخر حاجه الباكجين الباكجين باكجين اللي هو the materials that companies use to cover their products اللي هي الايه المواد اللي بتستخدم للايه للباكج للتعليم للايه للتعليم وبعد كده اللي بعدها عشان هنحل دلوقتي الحاله مع بعض كل ده خدته وخدت الايه سوري خدت الايه البروبوزيشن قلت بوت اون يعني يرتدي try on يجرب يقيس يعني بيخش يعمل try on for his clothes when a when he buy he wanted to buy some clothes pull up pull up يشمر خلاص do up يقفل الزراير do up in red dress ذات الرداء الاحمر بيقولها كده I saw a woman in red dress انا شفت سيدة ذات الرداء اسمها كده في فيلم اسمه in red dress ذات الرداء الاحمر طيب وبعد كده قلت ايه اوبتيمستيك الاوبزيت بتاعها بسميستيك اسيرتيف تيميد توكاتيف كوايت اميوزين ارنست سيريس ماشي وقلت بعد كده ليزي ارنست سيريس خطا جينيريس تبقى مين بيشنت امبيشنت فيرلس اه ايه ده فوبيك ويل مانرد تبقى باد مانرد تشيرفول ساد ايه الجمال ده flexible inflexible helpful unhelpful punctual punctual يعني punctual ده دقيق in time في on time و in time in time معاده 6 6 يجي in time 6 لو on time 6 و 5 6 الى 5 طيب reliable unreliable sensitive unsensitive او insensitive اسف considerate يبقى ايه thoughtless ساوثلس طب تعالوا وخدت الاوبت ايه البريفكس قلت البريفكس والسفكس قلت البريفكس ات ذا بيجينينج والسفكس ات ذا ايه ات ذا اند يبقى البريفكس الحاجه اللي بتضاف الاول والسفكس الحاجه اللي بتضاف الايه الاخر يبقى البريفكس الاضافات اللي في الاولاني عشان تعكس ايه تعمل ايه الاوبزيت اما السفكس الحاجه اللي بتضاف في الايه في الاخر الحاجه بتضاف في الايه في الاخر فانا هنا قلت فليكسيبل انفليكسيبل kind unkind patient impatient comfortable comfortable uncomfortable حطيت يبقى دي بريفكس يبقى انت اول ما تعرف كده ان دي هنا حطيت الان يبقى تسمع على طول يبقى دي ما تقولش بقى ايه قول بريفكس اما لو لقيتها هنا تقول ايه suffix فانت بتقول ايه patient impatient comfortable uncomfortable tolerant intolerant honest dishonest تمام وبعد كده polite impolite reliable unreliable sensitive insensitive loyal يعني من loyal يعني مخلص loyalty loyalty اللي هي faithful يعني الاخلاص disloyal بعد كده عندي fit يعني مناسب بس خلي بالكم fit دي فيها حته كده fit تيجي لللبس يعني ايه بقى لو انا بعمل لك في دايلوج يقول لك ايه does it fit you يعني مقاسك ده يناسبك تقول لي it doesn't fit me ده مش مقاسي ليه يا عم it's baggy ده واسع it's tight ده ضيق it's tight ضيق it's baggy واسع يبقى انت لما تقول ايه does it ايه it fits me not ايه it doesn't fit me يناسبني او مقاسي او مش مقاسي تمام tidy وان tidy kind way وkindness ورد عكسها ايه ردنس في حد بره ما دخلش ماشي كله موجود طيب
كل موجود يبقى يفتح. مين؟ هنا طب دخلت هنا؟ هنا جنب هنا موجودة؟ هنا موجودة؟ لا هي عمالة أحاول معايا مش عارفة تدخل، هي مش عندها البرنامج يا مستر فمش عارفة تخش ومش عارفة تسجل. حضرتك سامعني يا مستر؟ نعم. مستر حكيم حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك كويس جدا. تمام مستر حكيم حضرتك سامعني؟ سامع كويس. اه انت سامعني كويس؟ تمام هنا بس عماله تحاول تخش ان شاء الله تنزل. حاول تدخليها بس عشان ما تزعلش. ماشي تمام. هو بس انا مش... انا سامع حضرتك. حاولي طيب على معلش انا اسف يعني. It's important to wear. يلا مين هيشتغل؟ It's important to wear at work. So I like. ما ده كان الهوم ورك خلي بالكم. Wearing a suit. يبقى هناخد ايه؟ مين هيشتغل معايا؟ ها؟ ها؟ هنعملها ايه؟ نمبر 1 يبقى انا هجاوب وبعد كده تشوف مين اللي عايز يخش. يبقى respectable. ماشي كده؟ يبقى it's important to wear respectable at work. خلاص كده؟ ليه؟ So I like wearing a suit. يعني المفروض انت تلبس حاجة ايه؟ احنا قلنا عليها ايه؟ في الكلوزز في اللبس ان انت تلبس الحاجة اللي suitable. في المكان الوقت المناسب ان ايه طيب. فانت قلت respectable at work so I like wearing a suit. Number 2 I usually wear a clothes at home like jeans or a track suit. انت في البيت بتلبس ايه؟ هل بتلبس tight ضيق unfit غير مناسب ولا long لبس طويل ولا casual؟ براحتك بتلبس بيجامس بتلبس anything. يبقى انت هنا بتلبس short. يبقى بتلبس ايه؟ كاجوال. حتى لو انت بتلبس لو انت مانجر مدير في مكان مثلا وانت بتلبس في شغلك ففي شغلك اسمه فورمال كلوزز. فورمال كلوزز ملابس ايه؟ رسميه. لكن انت روحت البيت بتبقى خلاص انفورمال ايه؟ كلوز ملابس ايه؟ غير رسميه. فالملابس غير رسميه فانت في البيت طبعا بتلبس كاجوال مش معقول تلبس تايت ضيق او انفيت حاجه غير مناسبه او غير ايه؟ مش مقاسك او لونج. والواحد في البيت برضه بيلبس زي بنفس الطريقه اللي بيخرج بيها لازم يكون قاعد في بيته برضه حد شيك برضه يعني. طيب I try avoid listening. انا بتجنب استماع to the that people have of different countries. بتتجنب استماع ايه؟ نمبر 3 مين هيقولها؟ ها؟ بص I have avoid انا I try بحاول ان انا اسمع واحد بيسمع واحد شغال في مكانه خلاص بيسمع كل الموظفين بيسمع كل الناس listener. لازم انت you must be listener well. لازم يكون يعني مستمع جيد. مستمع ايه؟ جيد. ما تكونش توكاتيف يعني رخاي. فانت هنا هتقول ايه؟ I try avoid listening to the stuff. the ايه؟ stuff. number 4 there are about clothes عن اللبس for the people that work in my company. انا قلتها ايه؟ يبقى هناك ايه؟ اللي انا قلتها اللي هي الرولز اللي هي الايه القواعد اللي هي الايه الرولز اللي هي الايه الرولز. طيب لو حد يشاركنا اتفضل. شوفي حد لو عايز يشارك يحل عشان ما بقاش انا هحل لوحدي كده. نمبر 5 ماشي مين عايز يحل؟ في حد محمد حكيم اعتقد هي رودينا هي اللي فاتحه المايك. لا هي بس اللي فاتحه. طب محمد حسين حد اسمه محمد حسين او احمد حسين موجود؟ كلهم موجودين يا مستر سامعين بس هنا هي دلوقتي اللي بتحاول هتنزل البرنامج على موبايل تاني. تمام طيب في حد تاني كان اسف اللي هي والدته الدكتوره نهى يطلع ويجاوب. ماشي طيب يشتغل اللي هو يتفضل. انا عدت من الاول عشانك انت يعني. انا هو كلهم حضروا قبل كده بس انت ما حضرتش فعشان كده وانا ما حضرتش قبل كده بس انت ما حضرتش فتفضل اشتغل. ماشي جاوب واغلط عادي مفيش مشكله يعني. جاوب واغلط 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 عادي كلنا بنغلط ماشي كده فاحنا بنتعلم يعني. هقول لكم على حاجه حلوه بجد والله.
انا ولقيت ورقه انجلش في الشارع باخدها واقراها عادي جدا، لا تتعالى عن العلم. فانت خش يا حبيبي اتفضل وجاوب واغلط وانا صحح لك، افضل من ان انت ما تجاوبش خالص. ايوه عشان انت كنت معانا المره اللي فاتت. بس اسمه حد حاجه اللي والدته الدكتوره نهى. احمد حسين. احمد حسين اتفضل يا حماده. يلا رقم اتول افتح الكاميرا اشوفك يا احمد عشان مش شايفك. افتح عشان اشوفك لو يقدر تفتح وابص. جميل جدا يا حبيبي زي العسل. تعالى ايوه كده شفتك خلاص اتفضل. يلا نمبر 5 اشتغل. ات ورك. تمام. طب انت عملت اللي تشويز ايه؟ كولر. ايه؟ تورن؟ كولر. عملت كفر؟ كولر. لا انت اخترت. طب انت عملت اول شيء اور شيرتس اند جينز ماست بي كلين اند ذي كانت بي ايه؟ المفروض ما تكونش ايه؟ اور هاف هولز او فيها ان ذا ايه؟ ان ذيم. انت خدت ايه عشان مش سامعها كويس؟ معلش عيدها تاني. عيد اللي انت قول اللي انت اخترتها ايه؟ اخترت كولر. هي ما فيش كفر اساسا في الجمله. كولر. جبتها منين؟ كولر. لا 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 بص هقولها لك. بص يا حماده بص ات ورك في الشغل اور تيشيرتس التيشيرتات بتاعنا اند جينز ماست بي كلين لازم تكون نظيفه خلاص كده اند ذي كانت بي المفروض ما تكونش تورن متقطعه. طبعا دلوقتي انتوا بتلبسوا البنطلونات كلها تورن بقى عاده، لكن هي احنا بنتكلم بقى ايه ان انت رايح الشغل رايح مكان محترم فانت بتلبس البنطلونات ايه تورن. بص وفي حاجه ثانيه اقول لك يا احمد عشان انت اول مره تبقى معانا ما اسمهاش اند. ما فيش بص يا حبيبي اسمعني عشان اقول لك على حاجه حلوه ليك. ما فيش حاجه اسمها اند في الانجليش خالص. بص تقول بلاك اند وايت. بلاك اند ايه؟ وايت. ما تقولش اند. فاحنا هنا بنقول ايه؟ اور تيشيرتس ان جينز. ان جينز. طب اللي يقول لك اند تتنطق قول له كلمه واحده اسمها ايه بقى؟ قول له توم اند جيري. توم ايه؟ انت بتقولها توم اند جيري ولا توم اند جيري؟ توم اند. فاند ما فيش اند اند بس يا حبيبي. طب يبقى انا كده خلاص يبقى هو عمل دي هي دي خطا امسحها اهي وراح عاملها ايه؟ تور. تمام. If someone is dirty and untidy it shows a bad ايه؟ الله ايه الجمال ده؟ لو هو واحد dirty and untidy and untidy ومش مترتب it shows a bad ايه؟ بيديك bad ايه؟ bad kick bad judge bad spot bad ايه؟ bad light. احنا خدنا كلمه judge قبل كده. ليه كلمه judge يعني ايه؟ يعني يحكم. كلمه judge يعني ايه؟ يحكم. اللي هو زارول هنا جت ايه؟ الحمد لله على السلامه يا هنا. خلاص؟ يبقى انا هنا يبقى جادج يبقى ايه؟ جادج. خلاص هنا حق جد السلام الحمد لله كنت عاتل همها. خلاص خايف لا تزعل بس. طيب ما هنا منوره هنا بقى. when he ايه the interview خلاص he came to the office in very nice clothes. number 7 يا هنا يلا اخدك بقى على مشامك كده. يلا اديني number 7 هتبقى ايه؟ when he ايه extended met faced the interview he came to the office in very nice clothes. هتعملي اللي تشويز بتاعها يا هنا يا خالي هنا. ها افتحي دوسي على المايك. فتحته لها مثلا هي بس توافق انا فتحت لها المايك. كويس انها ظهرت الحمد لله. يبقى when he ايه the interview he came to the office in very nice clothes. يبقى when he ايه لما جه الانترفيو لما حضر الانترفيو يبقى نقول ايه؟ يلا هنا انا مش شايفه السؤال. نمبر 7 طلعي البيج عندك 8 طلعي من عندك. بيج 8 بيج 8 نمبر 7 نمبر 7 نمبر 7 بيج 8 طلعي من عندك. ليه اولها وين؟ اه وين هي؟ ايوه ذا انترفيو هي كام تو ذا اوفيس ان فيري نايس كلوزز. مش لاقي ان هو
اتند ماشي اتند ايه الجمال ده تمام طيب هنا بقى we thought he was a for the company and we expect him to be a good worker يبقى هنا we thought he was احنا فكرنا ايه نمبر 8 سهل عيد خالص فكرنا في حاجه ايه we thought he was for the company and we expect him to be a good a worker number 8 a a a ها وقتك يا هنا بيرفكت هي سلمى سيد معانا سلمى سيد دخلت اعتقد يعني ايوه يا مستر طيب ماشي تظهر طيب سلمى سيد صاحبتك معاك ايه people today want to be a خلاص people today want to be and dress in the most popular clothes يبقى الناس بقى النهارده want to be عايزين يبقوا ايه عشان and dress in the most popular ايه clothes number 9 هتبقى ايه fashionable ايه fashionable ماشي fashionable fashionable ماشي تديني انجلش ساعات كده بقعد افكر فيه يلا يا رودينا رودينا اغلطي اغلطي يا رودينا some people pay for expensive clothes some people pay for اسف هنا for ما تقولش for expensive clothes just because they have the name of a famous on them خدناها قبل كده كتير رودينا اللي تجاوب ها يلا يا رودي Some people pay for expensive clothes just because they have the name of a famous hair on them. Yala Rudy. Slogan. Yeah. Slogan. لا slogan ده شعار. لا slogan ده شعار بتاع الإعلان بتاع advertisement. Slogan عشان تختاريها. لازم تلاقي كلمة advertisement. ما انا هعمل لكم بقى كل اللي تشوف بعد كده بطريقه حلوه جدا. One by one, one by one. اللي تختاريها لازم تكون قصادها كلمة مش موجودة في الدنيا خالص. فسلوجن عشان تختاريها لازم تلاقي كلمة advertisement أو advertisement. يبقى أنا هنا إيه؟ هتختاري هنا إيه؟ مش هينفع سلوجن، مش هينفع تايتل، مش هينفع سير، يبقى إيه؟ البراندز. اللي هو نمبر إيه؟ يلا بسرعة. I read in a magazine that يلا بسرعه بقى عشان نخلص that good clothes can get you تديك ايه بقى اه طبعا المجازين بتديك الايه يا حلوه اللي هي الايه هل الشاي الخجل هل الكونفرنس هل اللاي هل التروث can make you feel you can do things well اقولها ها آه. يلا يا احمد حسين I read قول يا حبيبي I read in a magazine that good clothes can give you the good clothes بتديك ايه لما اكون لابس لبس حلو هل بتبقى ماشي في الشارع شاي مكسوف هلاي هل ترد لا بتبقى trust yourself اللي هي تقول لها I want I must trust myself يجب ان انا اثق بنفسي كلمة trust myself يعني وثق بنفسي اللي هي عندك كلمة ايه sorry confidence اللي هي كلمة ايه confidence اللي هي كلمة confidence تمام I'm going to يلا مين بقى معايا يلا هنا I'm going to خلاص كده ممكن اقول جونا بس خلينا في موضوع جونا دي عشان نخش ماشي I'm going to lose the pay health invest some money طالما في some money خلاص الموضوع خلص اهي in making new sweet brand and expensive shoes too يبقى طالما في money خلاص يبقى هنا ايه ان انا ممكن عايز اعمل investment اللي هو to use your money in a way that's good for you you use your money that's او in a way that's good for you يبقى تاخدها ايه بقى هنا invest. اللي احنا invest برافو يا حبيبي تمام هنا اهو تعال اللي بعدها بسرعه جاوب بسرعه عادي اللي يعرف يجاوب يجاوب مش هدخل حد يعني
حضرتك بصي يعني سيبيهم هم يجاوبوا، مش هندخل حد، اللي عايز يجاوب يجاوب. Students like agents and t-shirt number 13. Number 13 هتبقى ايه؟ wearing ايه؟ تمام، jeans and t-shirt. طب number 14 my dad usually get، ما خلاص get ايه؟ number 14 get ايه؟ get ايه؟ get dressed. احمد حسين، احمد حسين انت عن... انت معاك البي دي اف، ابعته لماما. انت معاك البي دي اف المفروض، يعني انت شايف قصادك. ماشي تمام. نمبر كام؟ 15 14 ماي يوجوال جيت، خلاص انا قلتها نمبر 14 خلاص. جيت ماشي، لا جيت نمبر 14، خدت 14 جيت ريزد. نمبر 15 15 معلش لازم. وات وير دي يسترداي، هم كانوا ايه امبارح؟ ويرينج. تمام خلاص سمعت. نمبر 16 اتس ان انفورمال سيلبريشن، احتفال غير رسمي. اي دونت هاف تو اب، خلاص ما فيش غير كلمه واحده اللي هي نمبر كام؟ احنا خدنا معانا، احنا خدناها اللي هي دريس اب صح؟ يبقى ايه دريسنج ايه؟ ها نمبر 17 16 معلش ثانيه واحده. It's an informal celebration، احتفال غير رسمي. يبقى I don't have to ايه؟ up. ايه اللي ايه الوحيدة؟ يجي معاه ايه؟ dress up. تمام. dress up. تمام. 17 she was ايه؟ 17 she was wearing. wearing. 18 I love، خلي بالكم انتوا اولى اعدادي في الجروب ده قوي جدا. الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي هنضم لكم ناس برضو حلوين جدا جدا. هيضم لكم في جروب كامل بتاع سلمى، والجروب ده كله جاي لكم. ماشي كده؟ I love helping سلمى الثانيه، مش سلمى سعيد. سلمى والجروب الثاني ولوجي مش قصه ثانيه. I love helping my sister to her baby. ايه؟ Dress. نمبر كام؟ I love helping my sister to اللي هتلبس الايه؟ الطفل. 19 a physician usually wears a white number 19 coat. برافو عليك. ماشي تمام برافو عليك. نمبر 21 20 اعتقد usually wears a wet suit. الغطا الايه؟ درايفر. ويت ازاي درايفر؟ دايفر ولا درايفر؟ دايفر. دايفر درايفر. تمام صح خلاص سمعت. انا سامعها درايفر. اللور سويرز ويج ان ايه اللي بالكم؟ ها العبايه اللي بيلبسها اللي اسمها ايه؟ جون. ماشي جو اختلفت. طب هنا نمبر 21 ايه هو از ذا فورمال يونيفورم اوف اتشيف؟ الشيف بيلبس ايه؟ المرياله الابر. ابرون مش ابرون. ماشي تعالوا. It was very hot so I took my coat number 20 23 اوكي يخلع 20 طب بسرعه 24 can you see the girl ذا ريد الله لسه قايلها لك ذات الرداء الاحمر ان معايا احمد حسين معاك تمام ماشي يا حبيبي جاك بص هنا بص ايه خلي بالكم اقول لكم على حاجه في الانجليش لما تلاقي الناون وراه فلوستوب انده عليه يعني مثلا عايز احمد وراه فلوستوب عايز اقول يا احمد كده لو لقيت جاك وراه اكسيميليشنز كده اعمل اكسيميليشنز برونسيشنز فور اكسيميليشنز يعني اقول جاك يعني بصوا اقول لكم حاجه عشان تنطقوا انجلش كويس if you want to pronounce english well you act well act well مثل كويس مثل كويس ما بتعملش ريدنج ما بتكرش ما بتقراش بتكرر لكن انت تعمل ايه اللي انت زي خدتها في قبل كده خدنا حاجه اسمها علامات الوقف او اللي انت بتدرسها اللي بتدرسها في القران وفي كده فانت بالتالي في الاسطوب اندا اكسيميليشنز اتعجب فانت اكت ويل
to read well أو to pronounce well. مثلت كويس، نطقت كويس. طب تعالى هنا نمبر كام عشان أنا إيه بتوه في الحاجات دي. Jack put your socks 25 صح كده 25 خلاص اوفيس خلاص 25 خدتها لا لسه. Jack put إيه before you choose before إيه your choose قبل الإيه قبل on. choose on إيه on on put تمام put in البس إيه قبل ما تلبس الجزمة يبقى put on. خلي بالكوا في كلمة اسمها put off، في put on وفي put off. put on يلبس ويرتدي، وفي معنى يعمل دايت يعمل دايت put on، وفي put off معناها تاني يقول إذا ماتش put off خلاص كده بيكون it's heavy rain يعني الماتش اتأجل. موضوع تاني تعالوا. I don't think you look good that week. ده نمبر كام دي؟ ده 26 هنا ايه؟ 26 هناخد ايه؟ good ايه؟ that sweet دي good off ما ينفعش good on good. خلي بالكم في كلمة دي 26 في حاجة اسمها good at جيد فيه good at جيد فيه في good for جيد لأجل وفي حاجة اسمها how good يعني قد ايه انت كويس قد ايه انت كويس. هنا good on good ايه؟ on. يبقى انت هنا تقول ايه؟ يا هنا 26 نعم. عملتيها ايه اللي انا لسه قايلها عملتها اون 26 قوليها اون بوم خلاص ماشي. يشمر السليف بيفور يو واش يور هاندز قبل ما تغسل ايدك يبقى هنا ايه 27 يبقى بول ايه شمر بول اب بتاع كده 27 اشوفها يشمر 28 بسرعه 28 Yes يا احمد يا حسين I like this dress can I try it عايز اقيسه يبقى try ايه on بسرعه try on يا حبيبي. هنا كام هنا بقى boys بص هنا بقول ايه boys take ايه your boots before you come in the house. المفروض ان في ناس شفتها من يومين ثلاثه حد كاتب على الايه يا جماعه في حد بيخش البيت ما بيلعش الشوز خلاص كده اولا بجد. فهنا المفروض يو ماست تيك اوف يور شوز ادبيا تقلع الشوز لانه ايه علميا حتى وطبيا ميديكال انه محمد بالجراثيم كتير فطبيا ان انت تقلع الشوز عشان تخش بيتك وعند اي حد عشان الناس بتزعل خلاص. يبقى هنا ايه بويز تيك ايه يور بوت اخلع الشوز تيك ايه بقى نمبر 20 ايه 29 take off take a take off 30 Hala doesn't want to Hala doesn't want to مش want to يا احمد يا حسين. Hala doesn't want to work يا احمد يا حسين. Hala عشان عمري زين اول مره يبقى معانا بس فبارس عليك. Hala doesn't want to work she is هي مش عايزه تشتغل يبقى هي يبقى لازم يلا بسرعه انا عايز اسمع صوتكم كلكم حتى لو حد بيغلط عادي. مين هي مين خدتها خلاص clever وجود والسوشيال people want to keep money for themselves يبقى هنا ايه هناخد ايه خلاص كده تمام. الباقي homework عشان بس ننجز في اللي بعده. الباقي homework تبعتوا لي على الايه الباقي homework تبعتوا لي على الجروب بتاع بتاعهم هنا في النجاح وانا اصححه لكم على الواتس اللي هم معمول لكم على يعني الجروب بتاعكم والناس هنا يعني ناس محترمين جدا جدا تمام. طيب هناخد هنا الايه دي برضو خدتها المره اللي فاتت بس خدتها بسرعه. طيب مين هيعملها الاول؟ I'm pessimistic somewhere slightly دي سهله خالص سلايتلي قلت بحطها قبل الايه قبل الادجكتيف عشان بتديها الايه بتديها الفيري يعني او الحاجه او تديها الليدل يعني بتديها قوي بتديها اقل. فانت هنا ايه ام بسميستك سم هاو يبقى سلايتلي. يلا يا هنا يلا يا سلمى يلا يا احمد حسين ورودينا يلا مين هقولها يبقى ام بسميستك سم هاو
يبقى هناخد سلايد لنحطها فين؟ يلا نمبر كي اول واحدة I am slightly pessimistic somehow. تمام خلاص يبقى slightly. اللي بعدها really سلمى. يلا سلمى. سلمى سيد. Number سلمى. Two. يلا يا سلمى. ما تفتحي الكاميرا يا سلمى عادي يعني. تفتحي الكاميرا وتقعدي معانا هنا. My best friend is very assertive. استخدميها really. خلاص قولي يعني قولي لو انت مش عايز تفتحي الكاميرا. My best friend is very بس المهم اسمع صوتك يعني. Is a assertive. يبقى تقولي really هتقولي ايه؟ ها؟ قولي يا هنا. My best friend is really هتشيل ايه؟ My best friend is really assertive. يلا احمد تعالى احمد يا حسين. احمد حسين بتعمل ايه؟ اوعى تكون بتاكل. لا والله ما اوعى. انا عارفك بقى يكون ايه؟ قاعد تتغدى وانت براحتك ما انت اونلاين بقى براحتك. مستر طيب he's an impatient person not at all. هتعمل ايه بقى؟ ها؟ هتحط نوت فين وهتحط اتول اتول في فين ها هحط نوت هي ايفنت ام بيش ايوه بيرسون يا لعيب يا لعيب جامد تمام برافو يا احمد تعالى كوايت كويت اي اوفن فايند انجلش ديفيكولت يلا يا رودي رودينا هتحط كويت فين دي هتشيلي ايه وتحط ايه؟ هتحطيها فين؟ ها انا همشي لغايه ما تقولي يلا ها هشيل ديفكال مش هتشيلي ديفكال تشيليها ليه؟ انت مش هتعملي حاجه اساسا ها اهي اهي صح كده هنا عملت حاجه غلط؟ ها اهو امسح بقى عشان ايه؟ شكلها وحش اللي بعدها اليدل ام sometimes shy يبقى قالت اللي هتروح فين؟ يلا مين هيقول؟ ها؟ I am a little shy. I am a little shy. Decision. Decision. محمد صلاح. أيوة يا مستر. افتح محمد صلاح. وريني شكلك يا محمد صلاح وحشتني. هنا يلا محمد صلاح. He decided to study medicine when he grows up. يلا أبو صلاح. ها؟ محمد صلاح مش معانا اهو ايه ده منور يا صلاح حبيبي محمد تعال يلا اعملها ديزيجن هي ديسايدد ايه ديسان وين روز اب اقولها مش سامحها والله انا قلت ديزيجن خدتها في الاول خالص هي ايه قولها يا محمد تاني ها decision يبقى هنا ايه هتقول ايه صلاح ايه decision to study medicine لا بس اقول لك طب قوليها يا هنا قولها له he make decision to study medicine when he grow up سمعتها ليه هي المفروض make a decision هنا قالت لك ميد ا ديزيجن هي القاعده كده وعندك في الدرس ميك ا ديزيجن وانا قلت على الدرس يبقى هنا ميد ايه؟ ا ديزيجن هي اتخذ قرار خدت قرار برافو عليكم يا هنا حبيبتي تعالي بقى هنا ايه؟ دريست نادى نيدز ان اور تو بوت اون هير دريس كلوز يبقى اشيل ايه واحط ايه؟ وان باي وان ماشي يبقى ايه؟ بوت اون واحط ايه؟ تو جيت دريست تو جيت ايه؟ يبقى دي اشيلها اهي واحط هنا ايه؟ to get dressed get a dress اللي بعدها hard working hard working سلمى work is hard يلا يا احمد يا حسين قول لي هتعملها لي ازاي انا هعمل بص انا هحول هنا هتبقى اجي يبقى سلمى is سلمى ايه is ايه ها سلمى is
ولد العيد. مين اللي جاوب؟ احمد حسين صح؟ ايه ايوه يبقى سلمى. ماشي يا حبيبي حاضر زي الفل. سلمى از ايه اهض ايه ووكينج. ستاف اشيل ايه واحط ستاف؟ يلا رودي رودي يلا حبيبتي اشيل ايه واحط ستاف؟ اهي ستاف اهي. وهنا ايه؟ ها دهلة اشيل ايه واحط ستاف بسرعه عشان عايز اخش على حاجه ثانيه. ها اشيل all the workers all the worker واحط ايه؟ ستاف. كونفيدنت يلا مين هيعمل كونفيدنت؟ سهله. محمد is a self confident man يبقى هو واثق من نفسه. لكن كونفيدنس دي has ها يلا يا هنا. محمد has a confidence in his self. معلش قولها تاني عشان ما سمعتش كويس او هم عشان يسمعوا. محمد has a confidence in himself. جميل يا حبيبتي برافو عليك. محمد has a confidence. محمد عنده ثقة يمتلك ثقة. جميل يا حبيبتي برافو. ايه حد عايز يتكلم يعمل نوتس ولا حاجه كومنت؟ طيب هنا يلا بسرعه. ليبل يبقى ليبلين برودكتس از امبورتنت. يبقى نعملوها ازاي ليبلين؟ اخر حاجه ليبلين برودكتس از امبورتنت فور ذا كاستمرز. استخدم ليبل. هتعمل ايه في الليبل؟ سهله خالص. هنا ليبلين برودكت از امبورتنت يبقى نقول ايه؟ ها مين يعملها؟ اعملها يا احمد حسين. قول انا يا مستر قول اي حاجه. لا انا احمد حسين انا ما... يلا محمد صلاح ما تقفلش الكاميرا. ها مش عاجبك سبحان الله. يلا يا احمد يا صلاح. انا مبسوط منك يا احمد بس عشان انت اول مره معانا وكويس برافو عليك. يلا يا حبيبي يبقى ايه؟ يبقى ليبلين برودكتس عايز استخدم ايه؟ سهلة جدا جدا جدا. اعملها واغلط ما يهمكش. لا انا ما سمعتش. لا لا ما سمعتكش. ما سمعتكش. نمبر كام؟ برودكتس از امبورتنت. البيج كام؟ بيج كام؟ نمبر كامل. مين بيتكلم طيب؟ صلاح ولا احمد حسين؟ لا محمد صلاح. محمد صلاح؟ اه طيب انت عايز البيج يا محمد؟ لا انت سؤال كام ده؟ اه تمام. السؤال نمبر 11 ليبلين برودكتس از امبورتنت فور ذا كاستمرز. استخدم ليبل. يلا لا لا بص انت ما انت بص هي الفكره بتاعتها ايه؟ ليبل الملصق. الليبل دي هنا نون فنقول ليبل. لكن ليبلين بيقول عليها الايه؟ ان انت ازاي تعمل ليبلين يعني ازاي تعمل ملصق. فهنا انا هشيل ليبلين خالص. يلا هنا اعمليها يبقى هتقولي ايه؟ ليبل از امبورتنت فور ذا كاستمرز. قولي تاني. ليبل از امبورتنت فور ذا كاستمرز. بس خلاص هنا قالت ايه؟ ليبل از ايه؟ بس معلش يا هنا قولي ايه؟ يعني قولي قبلها ليبل. هتقولي ايه؟ ليبل امبورتنت. كاجوال مصطفى لايكس تو وير انفورمال كلوزز. يبقى هنشيل ايه ونحط ايه؟ هنشيل انفورمال كلوزز. انفورمال كلوزز ونحط كاجوال. كاجوال كلوزز. بيريد هتشيل ايه؟ هنا هتعمليها سهله خالص. بص مستر هشام نيفر ده ما بيبتسمش خالص. سمايلز اور لافز ولا بيضحك. لافز لف لف لف. خلي بالكم بمناسبه لف عشان في ناس سالتني كل جي اتش في الاخر اف ما عدا بلاو. ما تقولش بلف بي ال او يو جي اتش اللي هي يحرس. قولها بلاو. كله الباقي بلف. اسف لف نف كف طف. طيب هنا بقى هنا كاجوال يبقى مصطفى لايكس تو وير كاجوال كلوزز. اللي بعدها سيريس مستر هشام نيفر سمايلز اور لافز. يبقى اور لافز يبقى تقول مستر هشام از. مستر هشام از از سيريس. راجل جاد خلاص كده. طيب اللي بعدها اخر حاجه دريسز هيز ماذر. خلاص كده بتلبسه.
يبقى he can't put on his clothes shoes. هو مش قادر يلبس الشوز بتاعه, لذلك his mother help him. هتشيل help him وتخليها dress ايه؟ dresses. تعالوا. بسرعة يلا. أنا خدتها دي أعتقد خلاص. تعالوا. دي كده بيجي كام؟ 11. تعالوا بيجي 12 بسرعة. أنا هقول من كل بيجي جزء. هاتوا بيجي 11. هات 11 عندك. 11 يا صلاح. 11 أحمد حسين. ماشي. 11 and 1 ماين. تمام. هات 11 بقى. انزل خالص. ثانية. عشان مش شايف. هنا بقى. What do we. يلا بسرعة. What do... بنقول ايه the group of people that work for a company or an organization. بنقول ايه؟ ماذا نسمي؟ ماذا ندعي؟ يبقى انت تقول ايه؟ What do we. وي ايه بقى؟ يلا يا هنا بسرعة. هو اللي بعدها هناخد بس منها جزء كده شوية عشان انت تعمل بقى هوم ورك, عشان بس امشي معك صح, عشان اخلص اللون ده عشان طول قوي. هنا بقى you should your money. تعمل ايه لفلوسك؟ invent income ولا invest؟ ها بسرعة. Does a person with confidence think, أو هل الشخص اللي عنده ثقة think they can do things A, number A, number three, things A, well. Things well. Well, يعني بيعملها كويس. Well, تمام. She looks terrible. A, that pink hat. Pink A, hat. Looks A. In. In. ايه هنا انت قلتيها ايه هنا؟ ان صح كده؟ تمام حاضر. 5 your behavior سلوكك can show people your خلاص طالما behavior اللي انا الديفينيشن بتاع بس الديفينيشن بتاع الاتيتيود behavior. انا عايز اقولها لكم بطريقه احلى باي 1 يعني كل واحده قصادها واحد. يبقى انت هنا اتيتيود يبقى قصادها الايه؟ يبقى behavior يبقى هنا attitude. اللي بعدها attitude. تمام. usually words with with sweet تبقى ايه؟ اهي فين الويت سويت؟ اهي. يبقى مين هو الويت سويت؟ هل هو الترينر ولا الدايفر ولا الميكانيك؟ وان باي وان ما تقراش الجمله عادي, انت ممكن تقول ويت سويت دايفر اور كوتش. تمام. الكوتش اهو وان باي وان ما اقراش اور كوتش وير ايه بيلبس ايه الكوتش خلاص مش محتاج اقرا حاجه. يبقى التراك سويت انا واخدها ديفينيشن خلاص, انا واخد التراك سويت يبقى كوتش خلاص مش محتاج بقى اقرا تاني. هنا بقى مين هو ويج؟ مين الويج اهو؟ هل التيتشر ولا النيرس ولا الجادج ولا الدكتور؟ جادج يعني الار او اللور. يعني انا عاملها كلها كده 1 باي 1 1 باي 1. طب هنا بقى I'm gonna as if going to I'm going مش هقولها gonna دلوقتي عشان الموضوع كبير. انا اقول ايه؟ I'm going to put my coat. بيلبس. It's freezing. دي نمبر كام دي؟ 9. It's a freezing. It's a freezing. يبقى بقول ايه؟ in. قول ايه؟ in. مين قال in ده؟ حرام عليك. قول يا عم. هنا ذا ايه؟ ذات اور ميكانيك. الميكانيك يبقى ايه؟ يبقى الميكانيك خلاص. يبقى هنا مش هتبقى زي بقى, هتبقى زي. طالما بأوبرا تبقى زي عشان الاو, لكن لو قلت حاجه تانية هنا تبقى زي. طب هنا بقى and scientists always wear white clothes. مين هو الساينتست؟ سهله خالص. الفيزيكانت. لا مين واحد نطقها؟ ايه ده؟ مين بنت مين احمد حسين ولا مين؟ محمد. مين محمد يا صلاح نمبر 11. انا عايزك تقولها تاني
بص يا حبيبي اسمها فيزيشن. اسمها ايه؟ فيزيشن. اسمها ايه؟ فيزيشن. ماشي انت قلت سوري بس انت فيزيشن. بسرعه انا عامل لغايه عشان الوقت اشتغل بويتري. خلاص هنا I don't like eating in a restaurant where that chef اللي ده طبعا مش عايز اكل في الريستوران ده عشان الشيف ده اللي عنده مش حلو الديرتي تبقى الايه يبقى اخترت ايه ابرو خلاص هنا جاك يور سوكس. بص يا جاك يور سوكس اون بيفور يور شوز. البس دي قبل دي. يبقى هنا ايه نمبر ايه 13 يبقى بوت. البس بوت اون اهي ادي اون وادي بوت. ايه الجمال ده. سالي isn't very she prefers to listen to other people. دي احلى حاجه ان انت تبقى listen well. يبقى ايه located. يبقى شادي ايه فين انا عشان بتوه. يبقى سالي isn't very talkative. talkative دي ليها كلمه ثانيه اسمها جلوب. انا ما بكتبش هنا اسمها ايه جاب. اسمها ايه اسف جاب كده جي اي بي. يبقى توكاتيف دي ليها كلمه ثانيه اسمها ايه جاب. جاب البي خفيفه لكن البي ثقيله فتحه هو فجوه. طيب انا قلتها قبل كده المره دي بقى نمبر 16 تيك جيف ميك دو اوف او اوف those sunglasses I want to see your اخلع النظارة عايز اشوف عينيك. عايز اشوف عينيك حلو قوي الجملة دي. It's an informal meeting يعني اجتماع غير رسمي. You don't have to انت مش محتاج up نمبر 17 محتاج ايه بقى dress up. dress ايه dress up نمبر 17 اسف اولا loves helping love big or a verb ing love big or a verb ing love big or a verb plus i n where يبقى so had to تلبس طفلها. يبقى ايه خدتها ايه هنا في حد يقول وين استنى اللي اهدى انت هنا ايه it's an informal meeting you don't have to اب انا خدتها خلاص. ات ايتين بعولا لفظ هيلبنج سوها تو هير بيبي تلبس طفلها. تلبس ايه طفلها هتاخديها ايه هنا دريس. دريس اب. طب نمبر 19 هيز ا مان ثرو هي اشيف هيز جول. اشيف هيز جول يحقق هدفه. سكور ا جول يحرز هدف. كلمه جول اسمع اللي هقوله لك. اسمع الأولى. جول هدف مادي وهدف معنوي. score two goals أحرز هدفين. I achieve my goal in my life. أنا بحقق هدفي في الحياة. I want to be a doctor. أنا عايز أكون دكتور engineer an engineer anything. يبقى هنا achieve يحقق هدف معنوي مش هدف لا. طيب هنا ولا لفظ خلاص قلتها ايه دريس نمبر 19 بقى ايه اخر 19 هيز ا خلاص عايز يحقق هدفه ده الراجل ده ايه هاد ايه ووكن هاد ايه ووكن تمام اخر حاجه I'd like to buy this dress can I eat on نمبر ايه ولي يبقى كان ايه عايز يقيس قيس اللي هي تقول لي معاها اون يبقى اون اهي يبقى تراي اون اقلب على بعدها كده اليونت ماشي كويس كل ده هوم ورك كل ده هوم ورك وبعتوه على الخاص تعالى بقى ناخد الايه الموضوع سهل جدا الجرامر بتاعه جميل جدا جدا تعالوا الفورميشنز خلي بالكم في حاجه كانت في الثانيه الحصه اللي فاتت كانت مستغربينها خالص في البريزنت سيمبل انا عايز اقول لكم على حاجه البريزنت سيمبل هتاخده كتير هتاخده ايه كتير فالانفورميشن اللي اقولها لك دي بتاع الثانيه يعني هي الفكره بتاعت خدوها في ثانيه بس انت هقولها لك بسرعه يعني ما قلتهاش في حد في اولى خالص بس هقولها لك لان هي مهمه جدا الصح ان انت تعمل فريز للجرامر ان انجلش نوت عربي فهنا كانوا كان في ثانيه فكان مستغربين
ان لازم تعمل فريز لاي ويو وهي وشي وات وي ويو زي. طب نعملها ازاي؟ انا عايز اقول اي. What is the meaning of I? What is the meaning of you? What is the meaning of he, she, it? What is the meaning of we, you, they? طيب مين يقول لي what is the meaning of I in English? طيب تعالوا هنا انا هعمل سبوره بيضه هعمل كده. مستر ايوه يا رودينا صفحه كام؟ لا دي انا هشرحها حاجه تانية خالص. حاجه بره اللاين. هات الجرامر في البريزنت سيمبل. بس انا هقول حاجه انتوا ما تعرفوهاش خالص. في حاجه اسمها هي وحاجه اسمها شي وحاجه اسمها ات وحاجه اسمها وي ويو وايه وذي. هنا اي دي بص افهم في اي ان جرامر انجلش ان يوز اسمها ايه بقى؟ فيرست بيرسون سينجولر يعني الشخص الاول المفرد. حاجه اسمها تقول بقى بعد كده عشان بعد كده هتاخد في البريزنت سيمبل بعد كده هتقول ايه هي شي ات. هنقول كده تيك اس تيك ايه اس ويز. يبقى نقول هنا ايه ذا ثيرد بيرسون سينجولر تيك اس اور اي اس. مش هنقول بقى ايه امشي بص اسمع مش هنقول اسمعني اسمعني مش هتقول هي وشي وات تاخد اس. حلوه مش حلوه خالص. ما تقولش هي وشي وات تاخد اس يو تاخد ار وي تاخد ار. ايه الكلام ده؟ لا ما تسمعش كده. فانت هتقول ايه؟ اي اهو اسمها فيرست اهو بيرسون اسمع سينجولر. سينجولر يعني سينجولر يعني مفرد. سينجولر يعني ايه؟ مفرد. يبقى شخص بص هنا بقى شخص اول مفرد صح كده؟ يبقى اي دي فيرست بيرسون ايه؟ سينجولر. هي دي الاي. طب اليو اسمع مش في حد بيعمل وش في الريكورد. يبقى هنا اقول ايه؟ سكند مش سكن انا ما بعرفش افتح حاجه حاجه بمسح بمسح الصبره كلها معلش. يو مين هم انا اتعلمتها كده علموني بقى الثانيه دي ماشي علموني ان انا امسح حاجه حاجه شي نعم منين اه تمام خلاص كده اي ويو بيمشي وايه لا خلاص خلاص انا فهمت تمام ماشي ارجع تاني خلاص كده هي شو ايه وي ويو وزي اقولها بسرعه دي فيرست بيرسون سينجولر فيرست بيرسون سينجولر دي سكند بيرسون سينجولر دي هنا بقى هي شو ات دي ما ثيرد بيرسون او بيرسون اسف سينجولر يعني الشخص الايه؟ الثالث المفرد انت بتقول هي وشي وات تعالى بقى اي دي تبقى وي صح؟ يعني نقولها فيرست بيرسون بلورال جمع يبقى بلورال يعني ايه؟ جمع. انا قلت هنا يو يو في سينجولر في يو برضه بلورال يبقى سكند بيرسون بلورال يبقى ايه؟ دي سكند بيرسون. طب هنا بقى هي وشي وات البلورال بتاعها ايه؟ زي يبقى هقول بدل فيرست بس اقول ايه ثيرد بيرسون واشيل سنجولر واحط ايه بلورال يبقى زي ثيرد بيرسون بلورال بس. يبقى انا هقولها تاني اقرب للكاميرا واقولها اي فيرست بيرسون بلورال يو سكند بيرسون اسف اسف اي فيرست بيرسون سنجولر يو سكند بيرسون سنجولر هي شي ات ثيرد بيرسون سنجولر وي اللي هي بتاعت اي فيرست بيرسون بلورال يو اللي هي بتاعت يو الاولانيه second person plural he or she it اللي هي الزي بتاعتها تبقى third person plural. مفيش بقى ايه he or she it تاخد اس انتهى تغير. تعالوا بقى هنا ارجع للايه للموضوع هنا بقى هنا النيجاتيف بسرعه هنا we don't go to school on Friday Nada doesn't speak any foreign language ال interrogative او question do does subject to infinitive سهله does she usually visit وبعد كده do they often delay. تعالى هنا سلمى where sweet at school يبقى سلمى هنا تاخد don't ولا doesn't. انا هقول بسرعه انه اعتقد انتوا عارفينها كويس. يبقى هنا ايه students students بتبقى ايه adults بتبقى ايه مستر بنجي كم يا مستر؟
16 هنا سلمى اولد سلمى اولد اخذت بالها بسرعه يبقى سلمى يبقى ويرث they هنا every Friday to go right الوقت faster than sound اسرع من الضوء travels واقول لكم على حاجه اللايت فاستر اللايت دي travel faster than sound كل الفاكتس present simple كل الريبلاي present simple عشان كده اللايتس دي حقيقه علميه لان هنا اسمها فاكت فالفاكت يبقى ذا sun rising rises ايه up نقول ذا sun rises يبقى انت هنا فاكت يبقى هنا ايه فاكت اقول لكم على حاجه الفاكت دي شغل الضباط فاكت شغلته هو شغل يعني انت ما بريزنت كونتينيوس عشان كده اقول لك ايه وات داز ما تقولش واتس يور ممكن تقولها ايه وات داز يور فادر دو وات داز هي دو وات داز هي دو دي اسكينج اباوت جوب بتسال عن الوظيفه لكن لو قلت وات وات يور فادر دوينج هو بيعمل ايه انا هنا تقول لي وات داز يو انت بتشتغل ايه وات داز هي دو وات دو يو دو لكن لما اقول لك وات ار يو دوينج انا بقى دلوقتي I am teaching English I am eating anything طب انا هنا ايه خلاص يبقى they go light travels I خلي بالك بص بقى دي كدبة بص بقى ايه هو travel حضرتك قلت travels ولا travel فين في light number 4 number 4 travels travels مش travel صح لا ازاي اللايت هي نمبر كام 4 نمبر ايه 4 نمبر 4 اللايت هو اللايت ده ايت يبقى اللايت ترافل مش ترافل ما فيش اساسا هتقول لي ترافل ازاي مش زي هو اللايت ده از ما هو بص انا هقولها لك في حاجه اسمها كاونتبل والانكاونتبل ايوه الانكاونتبل الحاجات اللي هي شبه جمع الوودر الميه هنا في الانكاونتبل تاخد از ما تاخدش ار الفورنيتشر ياخد ايز ما ياخدش ار الجوس ياخد ايز ما ياخدش ار كل الان كاونتبل ياخد ايز ما ياخدش ايه ار اللايت هنا ايز يبقى سنجولر صح كده يبقى هنا ايه هنا ايت يبقى هو هنا ايه ايت ماشي كده طيب خلاص يا سلمى انت كنت عاملاها ايه ترافل ترافل كنت عاملاها ترافل ايه كنت عاملاها ترافل بالاس عشان مش سامع الاس سامعاها من غير الاس ولا بالاس انت عاملاها بالاس ولا من غير الاس ها سلمى لا يا مستر انت عاملاها عاملاها بالاس ولا من غير الاس بالاس إيه؟ اس بالاس بالاس صح اه مش سامع سلمى طيب تمام سلمى سيد ولا هنا اللي كان بيسال مين سلمى ولا هنا أنا كده تمام بالاس يا هنا تمام عشان الانكاونتبل كله بياخد اس يعني كل الكاونت يعني انكاونتبل مثلا تقولي فور نيتشر وودر جوس كل ده كله بياخد اس يعني تاخد اس يعني معناها سنجولر يعني فبالتالي طالما سنجولر يبقى هو ايه طيب تعالي هنا كملي بعد كده خلاص كله هوم ورك ده سهله تعالى البريزنت ايه كونتينيوس قلت بريزنت كونتينيوس ده موضوع سهل خالص قلت بيكون من ايه ام از ار بلس اي ان جي بصوا هنا بقى ذا كلاس ار ليسنينج تو سام سونجز لوك بوت مازن از بلاين ذي ار ليرنينج انجلش ناو السبيلنج بقى هنا السبيلنج يعني ايه في الانجليش يعني النط ان انت المفروض تعمله فيرب بلس اي ان جي الفورم وي اد اي ان جي to the end of the most verb in a play to a playing study studying if the verb ends in a consonant plus e يعني لو الفيرب بينتهي بساكن وعندك e we usually drop de تسقط ال e خلاص كده an a add وتضيف ال ing if the verb ends in a consonant خلاص right يبقى ما فيش ال e تبقى ing make ما فيش ال e تبقى ing تعالي هنا if the verbs end in a short stressed vowel يعني ايه
يعني short stress يعني double تبقى ايه double. يبقى انت هنا swim swimming jog jogging وعندك tap tapping وcut cutting. انت بقى اليوزج بتاعه ده ايه as a continuous or in the future. يبقى انت look it's raining the boys are watching TV now TV now my mom learning English in the evening they are doing a project nowadays. كل ده سهل جدا. وبعد كده قلت ان هو بيستخدم في الارنجمنت ده لما بتيجي تستخدمه في الفيوتشر سيمبل بيستخدم في حاجه الارنجمنت زي البريزنت سيمبل بتستخدم للتايم تيبل. اما هنا الارنجمنت تحديد الايه المواعيد. فانت هنا بتقول ايه وي ار بلينا ماي مامز ليرنينج دي خدناها خلاص تمام. هنا بقى هنا بتقول وي playing tennis tomorrow خلاص. The girls are visiting their grandpa next إيه next Friday تمام. قال لك هنا بقى ان البريزنت كونتينيوس ما يجيش ورا دول ما يجيش ورا ايه ورا دول. هنا عندك بليف وهيت ولايك ولاف ونيد ونو بريفير وون ما تحطش وراهم اي ان جي. فانت تقول اي لايك ذيس بوك تقول اي لايك ذيس بوك لكن ما تقولش ام لايكين ذيس بوك. مفيش حاجه اسمها لايكين مش حاجه اسمها ايه لايكن. لكن في حاجه عايز اقول لكم عليها في كلمه اسمها لافينج في كلمه اسمها ايه لافينج بيعملوها في الاعلان بس مش عايز اقول الاعلان ايه بالظبط. فليه بيقولوها كده في حاجه اسمها انفورمال لانجويج ممكن يقول ايه ام لافينج يعني انا معناها ان انا الحاجه ديت اللي في الاعلان دي هفضل احبها على طول. بس دي ما لهاش دي مش جرامر خالص دي بيقولها انفورمال لانجويج بيقولوها كده خالص تمام. طيب تعالوا الايه هنا هناخدها لي رايت افضل. تعالوا هنا سلمى has arranged to travel to the US next week. هتعملوها ازاي؟ ها يلا هنا سلمى has arranged ايه سلمى is traveling تمام. سلمى is traveling to USA تمام صح برافو عليك. يبقى سلمى قالت ايه تمام برافو عليك. يبقى قالت ايه سلمى is a traveling سلمى is a is traveling تمام. اللي بعدها هناخد اه يلا سيفان عمرو are studying engineering in Cairo. يبقى سيفان عمرو هيبقى هنجيب هنشيل سيف خلاص كده ونقول ايه ار ار ايه ار سيفان عمرو او ار زي studying engineering. اللي بعدها بسرعه سلمى writes a letter to ندى. سلمى writes a letter to ندى ماشي خلاص. تعالى محمد صلاح قول يا محمد. ندى مصطفى often plants some trees in the garden. ها ايه طيب بسرعه عشان معانا خمس دقايق هيبقى ده ايه حد ايه تمام. هنا underline خلاص كده قلنا خلاص كده عمرو بيتندنج خلاص ده كل ده هنعمله هوم ورك ونبعته على الايه على الجروب. كل ده يبقى ايه الجروب. تعالوا بقى بحاجه بسرعه عايز اقولها لكم ان ايه فاضل خمس دقايق. بص في حاجه اسمها الانفينيتيف والايه والجيرن. نعم انا ما جبتش الكتاب. ايه انا ما جبتش الكتاب. سامع كل ايه ما جبتش الكتاب. ثانية حاضر ارد عليك. بتقولي ايه انا ما كتاب ما جبتش الكتاب. اه حاضر بعد الدرس كلميني واقول لك تعمل ايه. انا محمد محمد صلاح. اه
محمد صلاح انت هتبقى انجليش زون خلاص كده. محمد صلاح انت هتبقى انجليش زون مش ام هاي، خلي بالك وبقول لك بعدين. هنا تو انفينيتيف فيرب بلس اي ان جي. هنا عايز يقول لك ايه، في فيربس هنا بيجي وراها تو انفينيتيف، وفي فيربس بيجي وراها ايه الفيرب بلس اي ان اي جي. طب ايه هما؟ تعال ناخد اللي قبلها بس عشان ايه اهو. بص هنا في فيربس بلس ايه، دولت بيجي وراهم ايه انفينيتيف. قال لك هنا دي بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، احفظهم. Suggest to spend to practice keep to fancy to involve to finish to enjoy to imagine verb plus ing. هنا agree offer to decide to refuse to manage كل ديت تقول ايه والانفينيتيف ده يتحفظه خلاص. عندك feel و promise و hope و ايه و want. I want to go home he refused to lend دي يتحفظه هتبقى سهل. طب تعالى في حاجة بيجي وراها الاثنين، بيجي وراهم ايه الاثنين. هل لك هنا في verb، في verb بيجي وراها tool infinitive، فيرب بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، وفي اكسبريشن، اكسبريشن يعني مصطلح كامل بيجي وراها جيرالد ده تحفظه مهم جدا اللي هو كانت هيلب مش هقدر ما يستفيش بوسعي، في لايك وبين يوز دي تو وكانت ستاند ودونت مايند وكانت ايفورت دي بيجي وراهم ايه فيرب بلس اي ان جي. اي دونت مايند جوينج اوت توداي دي كانت ستاند باينج ذيس كار اتس تو اكسبنسيف. اللي بعدها بقى بيجي وراها الاثنين، بيجي وراها الايه الاثنين. طب اعملهم ازاي اللي بيجي وراها الاثنين؟ خلاص عندك برضو دي بيجي وراهم الاثنين زي ايه؟ لو قلت ستوب، ستوب يعني يقف. لو قلت ستوب ايتنج يبقى انت بتاكل وتوقفت عن الاكل، لكن لو قلت ستوب تو ايت يبقى انت وقفت. يعني قلت دلوقتي كده اي ستوب اهو تو درينك كافي يبقى انا وقفت، يبقى طالما تو يبقى انا وقفت عشان اشرب القهوه خلاص سكت. لكن لو قلت ستوب درينكينج كوفي يبقى انا سبت القهوه. اقولها تاني يبقى ستوب تو درينك يبقى انت سبت حاجه عشان تعمل حاجه، لكن لو قلت ستوب درينكينج يبقى انت سبت الحاجه نفسها. ريمبر لو قلت اي ريمبر تو ستادي فكرونا ذاكر ريمايند مي تو ستادي، لكن لو قلت اي ريمبر ستادينج انجلش وين اي واز ا تشايلد انا فاكر لما كنت صغير. هم الناس بيقولوا خلاص تمام. يبقى ديت دي برضه بقى ايه هوم ورك. النهارده ما لحقناش نعمل البويتري، الحصه الجايه كل الباقي ده يبقى هوم ورك خلاص كده اليونت خلص. المره الجايه هيبقى بويتري وستوري بس الحصه كلها، بس هيبقى نص الحصه سكيلز هناخد فيها هاو تو رايت ا باراجراف وهاو تو انسر الدايلوج هناخدها في جزء من الحصه، وبعد كده هناخد بقيه الحصه هناخد الرائعه بتاعت تشارلز ديكنز اللي هي ايه ديفيد كوبر فيلد. هتيأسوا شويه وهتزعلوا شويه في الاول منها، هتسبب لكم احباط كبير، بعد كده هتسبب لكم في اخر السنه حاجات سعاده وانبساط زي ايه زي طبيعه اي فيلم مصري. طيب بعد كده هناخد ايه الاستنزه الاولانيه من البويتري بتاعتنا اللي هو ذا دي ان شاء الله، ويا رب تكونوا مبسوطين. وانا سعيد جدا جدا ان انا شفتكم ومبسوط جدا بيكم و